شيء يا فم وسماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشيء يا فم وسماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة هاي شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 الصوت كلها هوني ثقافوت كي شبكة العنكبوت جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل هاي برشيء يا فم وسماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشيء يا فم وسماري كانك السوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري. مرحبا بكم، هذه ساعتنا الثانية في راسين كاري مستمعينا مشاهدينا على اف ام تي في. مرحبا بتفاعلاتكم على الباج فيسبوك لاباج اف ام جروب. اليوم جميلة عبد الستار غازي وفرح، والبداية في الساعة الثانية بسؤال لياسيو. فاتن يا مواطن مع لياسيو. فاتن يا مواطن، به سؤال لياسيو يقول شو معناها حسب رايكم الميزان التجاري؟ بالانس كوميرسيال، ما هو الخرج والدخل معناها نتاع التجاره نتاع التونسيه، معناها قداش نخرجوا سلعه وقداش معناها الفرق ما بين الواردات والصادرات من من السلع، معناها الواردات والصادرات. الواردات والصادرات سلع بركه، يعني هكا فلوس زاده اي سلع. لا سلع يعني لا هي الفلوس هو بعد نحسبوا بها، اما شنو احنا نعطيه وشنو ناخذه معناها فرح شنو نعطيو ناخذوا؟ لا بالانس كوميرسيال نبعثوا الزيت مثلا، نبعثوا الزيت وكروفيت وبردات شنو ناخذوا؟ وتمر وفوسفات ودقله كنا يد عامله فوسفات يس الخدمات. باهي الميزان التجاري لا بالانس كوميرسيال هو ببساطه الفرق ما بين قيمة الواردات كما قال عبد الستار وقيمة الصادرات من سلع وخدمات لدولة معينة خلال فترة معينة. الميزان التجاري يقيس به القوة النسبية لاقتصاد الدول، فإذا كان دولة صدرت أكثر مما تستورد، وإن شاء الله هنا نحكي على الفائض في الميزان التجاري، بينما إذا كان قيمة ما تستورد الدولة أكبر من قيمة ما يتم تصديره فإنه هنا يتسمى عجز في الميزان التجاري، كما اللي نعانيو منه احنا توا عقود وزاد توا يعني غمق ترسخ تسرق الميزان. يعني الميزان التجاري يساوي اجمالي قيمة الصادرات الا اجمالي قيمة الواردات. ناخذ مثال تونس 2020 اجمالي قيمة صادراتها تقريبا قداش؟ عندكم فكرة عن الرقم؟ قداش تصدر تونس؟ لا كانت وقتاش؟ 2020 اجمالي قيمة الصادرات يساوي 39 مليار دينار. اجمالي قيمة الواردات أكثر طبعا 52 مليار دينار، يعني عندها عجز تجاري ب 13 مليار دينار، هو تقريب قيمة القرض اللي تونس تلوج عليه باش تاخذه باش تغطي عجز كبير في معناها في الميزانية اليوم، يعني باش تجيب تقريبا محتاجة 13 مليار دينار أو أكثر مام. خاطر كل شيء ولينا نستخدم فيها. أكثر مام. أكثر مام. هو جزء من وحدة اقتصادية دونك أكبر، وهو ميزان الدفعات. الحكومات والبنوك المركزية تراقب ديما وتعتمد الميزان التجاري باش تعدل سياساتها نظرا لارتباطه بالناتج المحلي الإجمالي وعديد المؤشرات الأخرى. كأنه 13 مليار اللي تلوج عليهم تونس هما بالعملة الصعبة. كي يبدا فما عجز في الميزان التجاري والدولة تزيد تقترض، لكن لازم ترقى الدولة شكون يقرضها ساعة يسلفها باش تخلص من السلع والخدمات اللي تستوردهم. مستوى العجز يعطينا فكرة على القدرة التنافسية لمؤسسات البلاد، خاطر إذا كان مؤسساتنا عندها قدرة تنافسية يعني كبيرة العجز التجاري يتراجع. البارح خرج الترقيم هذايا اللي يصنف تونس كدولة ريسك كبير في اللي يسلفها أن تنجم ترجع له، يعني ترجع له اذا كان يعني مشكوك فيها. موديز هي معناها من اكبر المؤسسات الدوليه المختصه في هذايا واللي تقول راهو الدوله الفلانيه راهي موجوده مثلا في الا راك تنجم تسلفها انت كبنك ولا كدوله ولا كاف ام اي وراهي تنجم ترجع لك، اما كي تحطك في البي مع افاق سلبيه يعني اقل المده واكثر الانتيغي انك تقول لك لا تقول لك ساعه راهو للناس اللي ينجموا يسلفوا الدوله ذي
ردوا بالكم على خاطر لو ريسك لي غران فوالا دونك باش ما ترجعش نجم ما ترجعش وبالطبيعه كي لا قدر الله دوله تزيد تهبط وتولي في السي وقت يولي هنا الدوله تقريبا عاجزه باش انها ترقى الموارد هذوما ان شاء الله الناس تفيق انه الاقتصاد هو اللي يسير الدول وما هوش العرك والنقص من قلوب تركيا مثلا نجم يكون من الحلول لا نقص من 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 مشاهده الافلام معناها ومن مشاهده الحاجات اللي مع الترهات ما تجيب حتى نتيجه للاقتصاد والهيكلته والمناعته راهو معناها اليوم موديز اذا كانت تصنف دول وتصنفها كدول معناها بريسك ماهيش سولفابل على خاطر ما تجمش تقولها هي بالكلمة ولكن تقول أنه مثلا الوضع السياسي راهو ماهوش في المستوى اللي معناها لازم يكون به موجود فهمت من أهم الحاجات اللي هي تعطي الأريحية وتعطي ضمان للناس اللي باش تسلفك أنك سياسيا تكون ستابل تقول لك أنا هاي الدولة راكحة على بس عليها ما يصيرش نسلفوها وكذا هو التصنيف يعني ياخو مختلف الكريتير نتاعو باش يصنف الدولة وإحنا مالوغوزمون البارح موديز هو ديجا صنفت بي 3 تونس هو ديجا كي تبدا ستابل حتى البي. اقتصادها باش يبدا ستابل أي أكيد كله تبع بعضه مع آفاق سلبية يعني هو الناس كل فاقت اللي هذا اللي تحكي فيه انت هو الباز نتاع المشكله نتاعنا اكيد بركه اللي ما فاقوش شكونهم هما السياسيين ان شاء الله يفيقوا اللي يسيروا في البلاد هما بركه مازالوا ما فطنوش اللي هذايا هو اللي نحكيو فيه احنا هو سبب المشاكل نتاع البلاد وي شكرا لي ياسر على المعلومه شكرا بالمسابق الوسيم لانه باش يقدم هي فما فتره فيك قبل طفلة أثناء العمل صحيح سيدي سامي صحيح صحيح ولا غلط صحيح يا أكيد صحيح شنية ساعة طفلة بنية سمحني قبل طفلة قبل بيس طفلة بنوتة صغيرة هكا بنية طفلة بنية صغيرة لا هو التقبير لا ويجي نقول لا ماهيش صغيره ماهيش صغيره ناس بيا مش طفله سؤال يختلف سامحني جميله انا عندي صاحبي مره طفل صغير عمره تقريبا 3 سنين في امريكا قال لي شفته ما احلاه مشي بوست قال لي بوش ولا شويه ما استعذنش اما وقت راهو بين طفله في الدارجه طفلة صغيرة معنا وطفلة في العربية هنا نحكيو على امرأة صارت هي جنفي هي جنفي وما نعرفش تحكي علاش شبيكت بدها طفلة بيبا اما نعرف اللي وقع ايقافه على العمل ما نعرفش اذا كانت حاكمة لا وقع ايقافه على العمل وين الغمارك نتاعي اللي عملتها اللي قلتها وقتها قلت اذا كان معنا باسها توقف على العمل اما كان عطاها كف مثلا راه ما صار حتى شيء نتوكا احنا ضد الكفوف جوستومون خاطر انا ضد معناها احنا عادي احنا معنا ترى حتى بخلاف البوليس والا انه واحد الشخص اي اجنبي علي ولا زوز من الناس يتعاركوا معناها امراه وراجلها في الشارع يدزها ولا يسبها ولا يعيط عليها ولا اللي هو حاجه عيب وكل شيء تجي تكلمه يقول لك انا مرتي معناها عادي لا سامحني وكي ويحشم انه مش يعنقها ولا مش يبوسها ويحشم هذه الثقافة اللي هذه اللي توجع هذه اللي توجع معناها الحاجات الباهية ماذا بيك توريها حتى الصغار يعني لا اي لاغريسيفيتي ما يصيرش لاغريسيفيتي معناها فما كانه نوع من القبول ليها معناها خاطر تعودنا عليها خاطر تعودنا حاجة غلطة باهي هل الشرطي هذايا في البيرو يعني هبط من سيارته من اجل اعطاء غرامة مالية لسيدة خرقت حظر التجول لكن في عود ما يعطيها اختيه اقنعته المراه بشعود تعطيه يعني يعطيها العقوبه خلصوا رشوه ولات رشوه عادي رشوه فوافق وافق البوليس لا ما لا كان انا ما عجبتنيش طفله خليه بقيت الحكايه سمعني سامي كيف هكا تم ايقاف الشرطه المدام تخلصوا على السبيس كيفاش طيحوه تو كيفاش طيحوه كاميرا خاطر تصور انا ريتها التصوير ريت الفيلم صحيح ولا غلط فما راجل هرب من السجن وسلم نفسه خاطره حاس بالذنب
عدو ديجا في السجن خالد. هرب هرب من السجن. ما عادش مش يسلم نفسه. انا سخايل هرب باش يسلم نفسه. خش فينا فينا بلاد هذايا فينا بلاد. طه فرح هذا. صح والضمير. صحيح ولا غلط؟ صحيح سيدي سامي صحيح. صحيح نجم يكون كان في بال الحبوسات تاع السويد وك الجو هذاك فهمت؟ عليه والله. ليه خاطر عندهم الاستوديو بيان كبير. صحيح. لانه صحيح وي. سلم روحه على خاطر الطقس بارد برش. هي سلم روحه معناها فهمت؟ يمشي يلقى بلاصه يمكن فيها راسه. راجل اسمه روبرت هرب من السجن وبعد سلم نفسه لأن الجو كان بارد برشا البرا معناها ما لقاش فيه في كل راسه الحبس ارفق كان راكش صحيح ولا غلط البابا غيو واحد معناها فما بابا غيو غاب على مولاه سنين وكي رجع لقاه يحكي بلغه اخرى بابا غيو ولا يحكي باوي سي بوسيبل خاطر بابا غيو يحفظ وي الكلام دونك يقلد الكلام هو اللي يتقال له قدامه باهي بابا المشهور نايجل اللي كان ينطق برشا كلمات وجمل بالانجليزيه اختفى نهار من نهارات من دار مولاه البريطاني وقعد مختفي لمده 4 سنين لكنه رجع بعد 4 سنوات هو يحكي بالاسبانيه فوالا لغات لغات على الاقل عرف جنسيه اللي سرقه ولا اللي خطفه شنيا بابا غيو ربيت مره بابا غيو عبد الستار لا كان عندنا واحد هذاك شو اسمه بيلوش مش بيلوش بيلوش شو اسمه هو الازرق والاحمر كيما كان عندي انا بيلوش 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 ما بابا غيو بابا غيو لا غاليين كنت امنيتي عندي زوج حيوانات امنيتي اني اربيهم بابا غيو وقرد شوف انا كنت متمتع بالعصافر لي بيروش هذوما كانوا عندي تقريبا يجي 8 ولا 9 والالوان الكل وكانوا يتزاوجوا عندي ولا يبيعهم 24 ساعه وعندك والمكنين والشارف احنا كنا عصافرنا بارامول يتفقدوا توا كنت انا نربي فيهم في الدار ومعاهم حشاك الشغل اللي هو عليه حشاك الشغل لا ما هو ما يقول لك الشغل والبغل واحد الشغل حاجه هايله المهم هو الشغل راهو عصفور ما عرفتش تعرفوه ولا هو قريب للكنال اما عنده نغمه في 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 الصوت نتاع التغرغيره نتاعو التغرغيره نتاعو ما فهمتش ما نرجعوا للتسميات هذيا مصدرها منين معنا لا انا كنت عامل بهم صغير كنت عامل بهم جو في دارنا شيء من وراء العقل صحيح ولا غلط في امريكا فما وليد عمره 4 سنين ولا عمده وي عمره 4 سنين ولا عمده 4 سنوات اذا كان عندنا برلمان الاطفال علاش ما يكونش عمده عندهم هما عمده شرفي يعني رئيس بلديه معناها احنا ممكن عمده شرفي الوراثه غادي دونك عمده معمل الكوش صحيح ولا غلط؟ صحيح صحيح عندي انا صحيح في بلده صغيره في ولايه مينيسوتا الامريكيه تتكون من 22 نسمه تهو اي يعني الانتخاب العمده يكون عن طريق السحب العشوائي لاسماء مرشحين موضوع في شابو الاسامي في سنه 2015 اختار السكان جيمس تيفتس عمره 4 سنين كعمده بعد ما جبدوا اسمه في القرعه كيفاش تحط اسمه في القرعه بتاع الحكايه تنشوفوها الحكايه تشوفها مره اخرى يعني شنو صار اسكو نجم يامن المهام هذه ولا شيخو باللعب الفتره بتاع العمده ذاك حلوه الحلوه حلوه باللعب 4 سنين الحلوه اي اي سؤالي يقول بعد زعما سنة في البارح تحكيتوا على الكشكاش الغميضه وين اكثر بقعه وحده تخبى فيها وكل دونك ماما تسمع فيكم ابارامون وسمعت الحكايه قالت لك اغرب حاجه هي بالنسبه لها الكشكاش في قليبيا يلعبوا في الكشكاش الطفله تحب تتخبى خرجت تلقى الكار قدام الدار دخلت هي وهزتها لقات روحها في قربها شيخ ما لقاوهاش شيخ ما لقاوهاش غلبت فيها دونك ياسر حلوه اغنية اليوم هي لا اختار الاغنية قول لي شنو الاغنية مش عندي اهداء للاغنية براوة حسين جسمي ميرسي اما خاطر اليوم عيد ميلاد ولد خويا ادم كل عام وبخير يعيشك عمل 10 سنين اليوم ولذا عايشك ولذا ذاك علاش حب الاغنية هذيا هدية لي برافو عليك يلا كل عام وبخير عايش هذا حسين الجسمي جديدة على اي اف ام من 5 لـ 7 متاع العشية مع سامي بن نور رجعنا في راسين كاري برشا ناس عاودوا الاغنيه ذي اخترنا احد لا هو بصراحه حقهم يحشموا مع وعاش على الحقيقه سامحوني حقه ما حتى واحد ما عاد يمسها الاغنيه ذي سامحني فكرت حاجه مره شفت فرقه في التلفزيون عاش الشان ومغنية تغني في الغنية ذي مش نشاز
جد بو سامحني هو كان جا فما عقاب رانا كبلاد رانا تعاقبنا مك الفيديو هذاك لانه اللي صار الفيديو هذاك مهزله كبيره قسما بالله صراحة. مهزله عمرها ما صارت. القانون يعزف في حاجه والكمانجه يعزف في حاجه وهي تغني في حاجه وكل واحد على روحه كانه مش مع بعضهم. ما صارتش فيديو كيكا الحقيقه عمري ما ريت. راهو احنا تصدق في كل شيء تجديد يا لطيف. هو انا شخصيا انا ديما ضد الاعادات. نحب مولى المول هو في هذه بالذات الاعاده احلى برشا من نجات. مع احترامي شديده نجات صغيره اما ان با فوتو معناها شوف بعد حسين تو احنا تمتعنا الحقيقه وبارك الله فيه ويرحم الوالدين الوالدين اللي اختار زاد اللي اختار بربي ما عاد حتى حد الغنيه ذي يدور يعاودها بالله نداء من عند خوك. انا فما برشا نجم يعاودوها بالكلا لا يحقهم يحشموا ما عادش يعاودوها وما عادش يعديوها زاد ويسحبوها يا عاد هكا لا يا فما شكون ينجم يغنيها بالكلا معناها جميله كيما اداها اسامانيير راهو هي الطرق الكل تؤدي للغناء مش الناس الكل عندهم الحبال الصوتيه نتاع حسين عاد واحد كي ما عندوش الحبال ما عندهم نسيب روحه من الحبال وفك علينا. تعرف اللي مره في ذات 98 سنه 98 وعلاش نذاكر التاريخ خاطر عاده ننسى التواريخ كنت حامل بكنزه حبله دونك هذيك علاش نذاكر التاريخ كنت في دبي وكان فم مهرجان الاغنيه وعملنا على هامش المهرجان خيمه موسيقيه كل يوم نكتشفوا فيها المواهب وكان من بين هالمواهب في العام هذاك فنان هكا بصحته حسين هو حسين الجسمي كان اول ظهور لي قدامي وانا قاعده هكا ونكتشفوا في الصوت هذاك وكان عنده ما يقول في روحه وعمري ما تخيلت اللي في يجي نهار بعد 20 سنه و 22 سنه نبدا نحكي على حسين الجسمي كفنان معناتها باغ حاجه فريمون معناتها سيتي هكا قلت لك كان موهبه صغيره اما هو من الاول باين وقت اسم واحد يغني بالاسلوب هذا خاطر انا الغنية الاولى ذكرها انا بودعك الظناء اللي هي انا تفكر خاطر انا صحت انا وياه في روتانا في نفس الجمعة واحنا كل يوم كنا مع ذكرى يرحمها كان مغرم بذكرى غرام غير عادي عاد هو من اول ما سمعناه اي هو خاطر كنا كل يوم هو برشا اغاني تونسيه حبه منها هي هو مبهر هو كي تسمعه يغني ما سيز ما تسمعه وتنتبه بالكدا لانه نوعيه صوت نوعيه اخرى وزيد اكتاف على الرجال العاديه انتينار صوت انتينار وعنده زيد فقدتك اي فقدتك برشا برشا اغنياته الكل فيهم دير ريسيرش الله هذه اول اغنية نجحت على الاخر حتى الكليب اللي عامله مانيفيك احمد المهدي صوروا مفكره بالكذا بالكذا وعنده يا صغر الفرح هذا كله 2003 بدايته بدايته 2003 امين نحكي لك 98 اي وقتها موهبه مازال موهبه اي مو الظاهر وقتها اللي هو يغني بكذا انا حسيت وخذ انا قبل فكرتك فما حاجه الاغنيه اللي كانت الروح ذكرى هي شنو والله ما يسوى والله ما يسوى هو حتى ولدته وقتها ما زلت كي توفيت راه ما عندهش برشا في البريود هذيك شنو هي السجن اللي يعتبر اكثر تكلفه في العالم؟ ابار الاستوديو اللي وريتهم لنا المره الاخرى انا في النرويج لا شنو هي السجن اللي يعتبر اكثر تكلفه في العالم؟ هذا مش السجين الواحد في السجن هذا يتكلف 13 مليون دولار هم ماشيين يسجنوا بالحق ولا ماشيين يتفرجوا؟ سجن سياسي على الحر السجن هذا سياسيين هو فين؟ هو شكون قال سياسيين؟ انا هاي شو اسمه؟ سياسيين حسب معناها حتى في السجون نتاعهم يتكلفوا علينا غاليين لا مش سياسيين ولكن يسميو سجناء سياسيين تعمل لنوعيه معينه من السجناء حسبه صغيره قامت بها نيويورك تايمز في 2019 وصلتها للاستنتاج انه السجن هذا هو الاغلى والاكثر تكلفه في العالم. السجن هذا فيه كان 40 سجين هما اخطر السجناء في الولايات المتحده الامريكيه. شافت نيويورك تايمز قديش يمشي للسجن هذا فلوس في العام نلقاو انه تسوى تقريبا 540 مليون دولار. على السيكوريتي معناها يلزم الفلوس هذه تغطي التكاليف الكل نتاع السجين، شاري الخدامه، التكاليف السجن وغيره. هو سجن خاص تعمل السيكوريتي معناها يلزم تكون برشا سيكوريتي باعتبار مجرمه كبار. اللي كان في ناركوس هذا قلنا سياسيين لا هو الكاتراس بالكشي غوانتانامو غوانتانامو غوانتانامو
يتكلف غالي ذاك. اي 540 مليون دولار، يعني 40 سجين اقسم هذا على هذا تلقى 13 مليون دولار. ها تخيلت انه هذا هو غوانتانامو. يعني ايوه تشهر برشا احنا خاصه مع حرب الخليج والكل تذكر برشا وقتها. ولا تصورته ما عادش موجود. لا لا ليه نبيدي قلت بعد الفضيحة نتاعه صار في فضيحة كبيرة، تعذيب المساجين وكل تعذيب وحشي وكذا، قلنا بكشي سكروه ولا ما نعرفش. هاي شنو أهم حاجة تنص عليها معاهدة الفضاء الخارجي؟ صعيبة ذي بصراحة. كي انت عارفه سهل لنا. شنو هي اهم حاجه تنص عليها معاهده الفضاء الخارجي؟ شنو معاهدتك الفضاء الخارجي؟ خايف خاطر الفضاء الخارجي مش اللي يجي يطلع للفضاء الخارجي. انت على سطح اللي يعجبني فيك عكس برشا ناس تمشي طول للسؤال، وحتى كي تجاوب جاوب على السؤال عاد امشي طول. انت سمي العباد اللي عكس برشا ناس. بديت بالعكس انت عب ستار سميته بكا صراحة مثلا اينا لا اسمع لنفع فيك لا سيدي سامي لا 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 بقعتها ذكرني بحاجة بمعاهدة الفضاء الخارجي والمعروفة رسميا باسم معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي. تيك صحة لا فسرت. معناها كيما نقولوا مش يطلعوا يشوفوا المريخ كيما تويكا والكل، هذاك يا اخي فيها ترخيص خاص يلزمها. اهم حاجة توصل عليها المعاهدة انه صعيب الاجابة، انه الموارد السماوية كيما القمر والكواكب هو تراث انساني مشترك للبشرية. بيه. وممنوع على اي دولة تخلوا حدا المطالبة بها، لأنه اليوم أنت تقدمت تكنولوجيا ولا غيره معناها مش معناها أنت باش تستفرد بالمريخ ولا تستفرد بالقمر ولا غيره. يعني تقول هذا أنا عملت أنا وصلت اللي هو أنا الأولاني كي طلعوا للمريخ ذا أوتوريزاسيون من عنا. معناها هو في نطاق المعاهدة طبعا ما يقدرش يملكوا معناها في نطاق المعاهدة. أما المعاهدة فيها دول، والمعاهدة ذي الفضاء الخارجي معروفة باسم تحكي بجدك ولا تفادل؟ بيسور باسم أيه. معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول، كما أي معاهدة تنظم القطاع الإنسانية في قطاع معين. المعاهدة ذي اللي تشكل أساس القانون الدولي للفضاء. خاطر برشا ناس تخدم على الفضاء والبحوث نتاع الفضاء، يعني الصين وأوروبا كاملة روسيا روسيا الولايات المتحدة وغيره. بدأت المعاهدة بتوقيع ثلاثة دول اللي هما الاتحاد السوفيتي السابق، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ 10 أكتوبر 67. من وقتها 2008 انضموا 98 دولة أخرى للمعاهدة هذه. خاصك عدد كبير من النقاط الأساسية اللي نلقاها في المعاهدة. احنا فيها يا حسين المعاهدة دي؟ لا ما نعرفش إذا كان تونس يا أخي ما تعرفش اللي احنا عندنا ساق في القمرة؟ خير في هذه السنه اللي قال سبقت الروس والامريكان طلعت القمر نتخلى عشت غادي في لما. النقاط الاساسيه اللي نلقاها في المعاهده هما حظر على الدول والاطراف في المعاهده ذي انهم يحطوا اسلحه نوويه ولا اي اسلحه، يعني تنظم يعني خاطر تنجم انت ما تنظموش بقانون تقول لك باش نحط هنا سلاح نووي في القمر مثلا. شنو تنجم تعمل لو انت اذا كان فماش قانون ولا اي اسلحه اخرى تضرب له على الصاروخ من اسلحه مش على الطيارة الشامل اسلحه الدمار الشامل في مدار الارض اللي امريكا هي وحيده شافتها في العراق، ولا تثبيتها على سطح القمر، ولا على اي جرم سماوي ولا محطه فضاء، اما ما تمنعش نشر الاسلحه التقليديه في المدار. تقول المعاهدة أن القيام باستكشاف الفضاء الخارجي لازم يكون لمنفعة البلدان الكل، ولازم يكون مجاني للاستكشاف وتنجم أي دولة تستخدمه. في المعاهدة دين القاول نتقالب صراحة لممنوع على أي حكومة أنها تطالب بالموارد السماوية كما القمر أو الكواكب، وعلى خاطرها تراث كما قلنا للبشرية الكل. البند الثاني يقول الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى لا يخضع للتملك الوطني بادعاء السيادة عن طريق استخدامه أو احتلاله أو السيطرة عليه بأي وسيلة أخرى، أنا كان نهار تسيطر عليه خرجوك. أما رغم المنع الصريح هذا نلقاو فما أشخاص ادعاوا ملكيتهم للكواكب وممكن أشهرهم هو دينيس هوب اللي هو رجل أعمال أمريكي واللي يبيع في دي بيان إيموبيليي إكسترا تيريس. في 1980 أنشأ شركة
اسمها لا كوميسيون دومباساد لونير، وقال في 2009 اللي هو بيع الأراضي على القمر. ليه؟ فما في الهلايمة تزومة مدة شهرين التالي تقريبا مجموعة من المكتب في الهند، فما برشة ديانات وكل فما ديانة منهم تدعي أنهم ومعتقدات معتقدات يدعيوا أنهم يملكوا المريخ، والسيد هذا كبيرهم طويك الذي علمهم السحر قال راجع زميمهم قاعد يبيع في أراضي في المريخ لأنه يعتبر ترجع له بالملكية والناس تشري. قانون المعاهدة هذا يمنع هذا بعيدا عن موضوع هذا بين القوانين الممنوعة كي تبدأ في معهد مثلا ما عندكش حق تتكيف في الساحة. والدي كان في ليسا خزندار ولا السطقية مرة ظهر له هو أدوليسون شعر سيجارو في الساحة، بيان سور شدوا القائم العام وكتب ورقة قالوا يدخن في الساحة، كتبها في المعال بولتان تاعو. بيان سور عزيزي كيف جاي في قليبيا في آخر التريميستر شاف ذي شنو يدخن في الساحة، بابا خاف شعمل لك الدير الدهلي ولد يلحن في الساحه هذيك علاش تعاقب يا اخي عزيزي غزال قال لي عاد شبيه فرخ صغير يلحن في الساحه عزيزي حبيت نقول لك اللي غازي عيد يلحن في الاستوديو ما خلانيش نركز حتى من الكيبورد جبدو على التليفون هو يلحن سمعتوا سمعتوا يا بنتي من الجنش سامي يحكي على المريخ وهو عامل له فون لا ما هو حكاية المريخ أنا ذي مش داخل مخي بالكل وقاعد ندخن أنا مش قاعد لا خلينا نزيدك معلومة أخرى. أنا نتصور أنه براوة عطاته العيد عطاته الهيم الهيم قريحة يلا بلي عملنا السويرة الحكاية يا سي سامي يلا وسيم يا فما فو ترافيك سامي بالنور. رجعنا في راسين كاري هذم درجين الاخرانيين من الاميسيون درجين لعب فرح. حسب رأيكم وقتاش أول برنامج مباشر في فرنسا على الهواء مباشرة؟ كأنه سألناه هذا مرة تلفزيون 48 حاجة هكا جستو احنا نتخيلوها بعيدة برشا انت خيلتها اكثر 67 نقول هي 1950 50 مثل هذا اليوم 24 فيفري 1950 وكان برنامج عبارة على بيس دو تياتر le jeu du amour et de l'amour et du hasard نتاع ماريفو. دونك le jeu de l'amour et du hasard ماريفو 1954 24 فيفري زاد 24 فيفري فما ولادة حاجة أخرى في فرنسا كيما اليوم باش نكمل مع 24 فيفري اي مش بين الشخ مش شخصية 1983 حاجة نستعملوها اليوم في طرقاتنا تلقاها الرادار الآلي شنو لا سورتي دو 205 تاع بيجو. مالا سيدي سامي هكاك مش وقت اللي تعطيها لك بزوجي تسكت ما تلقى ما تقول يلا غاز تحب تخلوني في الاخر الغناء خلوني في الاخر اوكي يلا بيه انا باقي في الغناء بشرط من عشر غازية كان يعرف الغناية غنية مشهورة جدا غزالي نفر بعد الغضب ما ولا غزالي نفر بعد الغضب صالحة بعد الغضب قلبي علي حزين قلبي علي حزين قلبي علي حزين قلبي علي حزين ما يتسلى ما يتسلى أين السؤال؟ جميلة برشا هي تلحين من الشيخ مايستر نين وأداء الأداء المعروف هو بسيدة علي لأن تسجيل سيدة صالحة مش موجود إنما تسجيل سيدة علي معروف مش كن عودوه بعد ثم عودتها سنيا مبارك سنين الله ثم عودتها سيدة سنيا مبارك ووضحت فيها كلمة خاطر سيدة علي تدمج كلمة سد ما خلاش لي فلة السيدة عليك تقول ما تفهمهاش بالكدا سونيا طلبنا منها وقتها في تسجلها تقول سد ما خلاش لي فلة باش نفهموا الكلمة بايف شكون الشاعر اللي كتبها مع العلم أن الشاعر هذايا ولد بالعوينة مش عوينة جميلة إنما عوينة دوز في 22 سبتمبر 1916 توفى بمدينة تونس نهار 14 نوفمبر 1981 بمعنى عنده طويكة
40 سنة اللي توفى وشهدت دفينته كانت مشهودة، معناها حضرها كبار القوم بما فيهم رئيس بلدية الحاضرة شيخ المدينة وقتها، وقت اللي كان الفنانين عندهم قيمة يحضر لهم شيخ المدينة. حافظ القرآن في مدينته، ثم التحق بجامعة زيتونة عام 1930، تحصل على الأهلية ثم التحصيل عام 1944، خذ الدبلوم تاع الخلدونية عام 35. كان عنده نشاط ثقافي مكثف في برشا جمعيات ونشاط سياسي في الحزب الحر الدستوري من عام 1938، وبسبب هذا نتاع النشاط هذا تنفال الجنوب وقعد ممنوع من دخول شمال تونسي بما فيه مدينة تونس حتى العام 1944، فين عفاه تعليل السلطات الفرنسية مش نجم جاي نتيجة لجرمه الكبير في الحركة الوطنية. انشر العديد من الأعمال في الجرائد التونسية، أنتج العديد من البرامج الإذاعية، اشتغل بالمعهد القومي للآثار والفنون وبوزارة الثقافة، عنده العديد من الإصدارات، عنده العديد من الأغاني، غناوا له عيون سود مكحولين على المسمية صليحة مثلا، حبيتهم لقيت منها الملجأ صليحة، قصيد جلسة على ضفة النهر لحن السيدة شرطة فتحية خيري، طول يليل ولا قصر لعلي الرياحي وغيرها. من مؤلفاته معركة الزلاج 1961، الدغباجي 1969، ثورة المرازيق 79، المرازقي مرزوقي محمد منصف مرزوقي محمد المرزوقي، محمد المرزوقي عنده كذلك صراع مع الحمايه، جاب الجنة الدنيا، معركه الزلاج وغيرها من ولده هو رياض المرزوقي، هو رياض المرزوقي هو اللي ولده اديب كبير أديب. لكن للاسف الشديد سي محمد المرزوقي منسي، شبه منسي. كانت عنده برامج تلفزيونيه، برامج تلفزيونية. خدم برشا على الفن الشعبي، عنده كتاب مهم اسمه مع البدو في حلهم وترحالهم، ثبت فيه قواعد وعادات البدو بكل فخر، معناه مش بكل توا كي تقول البدو كوش عليه معناه سبيت عبيد ليه، هو يذكر معناه عاداتهم ويعتبرها ان عادات وسستخال. ولده كان يذولي مدير للتلفزه الوطنيه وقتها، كان مديرنا مدير. كان مديرنا في وقت ما، هو اديب زاد كيف أديب كيف وأديب. شكرا على الستار جميله اختفت منكم جدا الوقت نحب غازي غني. شنو هو الهديه اللي هديها كوكب اليابان لتونس عندها 20 سنة توا وعاود هدينا مرة نفس الهدية في الأيامات الذوما، وإحنا استحفظنا على اللولة ولا استهلكناها؟ بيان سور استحفظنا على اللولة. داكور استحفظنا ومن وقتها ما جاتنا حتى هدية أخرى هكا اليابان نفس الحاجة أنديس الكرم من تاع اليابان. حاجة تكنولوجية وي أنديس عندك سورتو الموبيلات استحفظنا عليه على 40 سنة في الكياس يعطيك الصحة. ترينو ليه شادونا ترينو هما بالك شي يكون تاع البومبي ولا تاع حاجة كار 20 سنة التالي اليابان هديت قرية الأطفال سويسرا المحرس في صفاقس هدت لهم كار، ولا يمت ذوما عاودت هدت لهم كار جديدة. بابو ولو أني نحب نعمل نداء لأنه يعني الناس ديما تتفاعل مع أطفال أسواس، يعني اللي تعيش ضعوف يعني بتترفمها في القرى متاع أسواس برشا ناس يتفاعلوا ويعاونوا ويتو، اللي أقل حظا وشيء مؤسف أن نقولها هي أسواس قرية سليانة. صحيح، لأنه تعيش ظروف صعيبة جدا. كنت في حديث بالتليفون مع مديرها واللي يقول لي أنه ماذا بينا معناها نحاول أنه نتفكروا الأسواس سليانة اللي هي فيها وليدات صغيرات عندهم حاجات متطلبات ساعات ما هيش موجودة، فتنجموا تتصلوا بالقرية مباشرة أو بالمقر متاع أسواس تونس الكبيرة لمساندة ومساعدة أسواس سليانة. كان هذا زوز معناها ملاحظات صغار. يلا غاس دا لا 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 لا
يا نام في الحب يا دوب يا دوب ينقال يا را 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 أغرب من قلبي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان سقيناها حب احنا الاتنين لقينا الدنيا أمل يا را لا أمل عشين قرر حيارا مظلومين قرر الحب مش قادرين الحب مش قادرين لا 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 ما قدرتش أصبر يوم على بعده ده صبر عايز صبري لوحده لوحده لا 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 ما قدرش على بعده حبيبي ما قدرش على بعده حبيبي ما قدرش على بعده حبيبي أنا ليا مين أنا ليا مين لا حبيبي برافو خدينا طبقة فرح يا رب مش حبيناها تغني معانا خدينا طبقة حريمي شكرا غازي ميرسي بوكو للكيب تاع اليوم غدوة ان شاء الله نتلاقاو في